لكن وحا مهم عجيب إلهي سيدو أعبري وحير إتلاقونه بألسناتكم قفك بن آدم كأخبار تحقيك هلا دقيس دكتي كسور دعضا مسكح ذي مرتا والله أجسم قرية مسحبا مخلط با كذب أفك أسو قدبته قل هذا إلهي وحو كعبري مسكح ذي دكتي وحمام مريان با تلاقونه بألسناتكم هل كان إنفورميش كسو قرية إسلاميشي وكبحية قفك مركا مبالا هابا مسكح ذي دكتي وحي عمق ليسي وحي وحكا لبروسيس قريني شقين ميا وفروزن بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا يا السود وهذا سلام أوسر رئيس كديب ولا ليه كحرنا برنامج كني أود علي قرآن كن يهدا وإن شاء الله تعالى فيديو يدي عن كي يكسدوبي بإذن الله تعالى وحن سكدة تنجوج أنا سو بدي إن شاء الله تعالى ما أنت وحن جوجا مقالة بريسبن دلك أستراليا وحن إن شاء الله تعالى ما أنت سو بغني ورالكين إمامك مساجدك مروكا في المجال البريسبن ولكن إن شاء الله تعالى وحنا أدوه الجنة إلى سبحانه وتعالى إنه وافعه محاضرة ذي سر وحنا كعض سنة سؤاله أن جعل يستئن وبالنوت تعطوا ضد كنا يعني أفعلا بان ولكن أقول بدنا ويدين إن شاء الله تعالى الشيخ داود كسره وحق دعوانا ولا لا أدوه فربنا أو دور كنا وقفة إن شاء الله تعالى أنا الجنة كلمة داود إني أفعل دون تبين الله تعالى وحن جعلي سنة ما أنت عذر ضدك أمد سوماليات آد وفر بدن إن آد إن شاء الله تعالى بل أو حكاوي دينه نتطابته عذر كاسوا يعني قف كستا وح كترك تنت لي لا سوماليات كبرت قف كستا وح مغلو يسوى كفر سبوا ضدك أسي قدبيا قف كقال أنا ضدك كانت أسي قدبيا إلا مرك دم وحي أي ضدك أنا دبعت أبيسته مثلا قف صراحة وح جارية وح رجيا وإن أمر الله يقابل إلهي سبحانه وتعالى كم بدأ امتحاناتك وبحنين تحل وح رجيا وأرجي إن سكر أنت اللي له هذا ضد كي صار الحمران وحياها مرك إن شاء الله تعالى إبراهيم تعسي شرعتك قبته إن الظلم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن وقتك في تنتو لعضه أو في تنتو بدنتها سيد سبنك هذا أنك جرناك له أنت بدن وعادي وحابتا كتيركو تنتا إيا هذا اللذة أندتكو هبصان أن أري أدمقاشو أما سيقوني وكوغوسو غارو إسلام مركانا أديقون هبصان أتسكسي فافيسو سياسة درتيد بإلهي سبحانه وتعالى إيو وحؤاد أغدقي إي آيات القرآن كي سنضبا إن قفكو وحا أمقلو رني بين واحد دون طبعا نقطة وسكسي دايو أو سيجد بيو حديث كي صحيح المسلم كجري رسولك صلى الله عليه وسلم حفصة ورني سوحي رسولك صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قفك واحد دنبي أغفلا دنبي وحا أغفلا با وحكست أمقله إنو شاو وإنت كلي بين ما أبورا ما ألفين وحي ما سمعين حتى أحبك ما درين لكن أنت أم قلي كلية بون نقلية ودتك أسي قد بيه أنت هساقفك الدنبي وقف الأنبير محايا العقل بإلهي سي وحايا إنو وحا انتك لباره وسيدا أيهين مقام كودة كالدقاء هدو أرك إنو سان وحا صوبان هاينا آنو شيقين با إمام النووي رحمه الله تعالى أيام مركو حديث كان فسيري وحيري فإنه يسمع في عادة الصدق والكذب قفكو سيدا عادة أوحو مقلا يهرني بيمب وحمالتا لغاها صدع يهرني بيمب ويسيقو جيران فإذا حدث بكل ما سمع هدو مركا شيغا وحكا استقع ومقلا هدو فافيو فقد كذب لأخباره بما لم يكن وركي وحان أهين بو قدري يعني بيمبو شيغا وحكا استقع وحونا يري مركا والكذب الأخبار إن ورك لغا بين شيغا كذب الأخبار عن شيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد ووحي وحانا هينو أد شيكتو إن أقصى الدينة خصب معه شردك ومجره هذا تسكتر هذا انتاد مقشة أد شيكتو أو كسوغر تأسيادة أو شيكتو وحوي قيبات كان نقونيسا سياسة درتد بإلهي سبحانه وتعالى وحولها ولا تقف فيما, لك فيما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كي ساق بله هكو جوك سن هنا استاجن محن أقون كوجرين ورآذن أجين أرين وحيت هذا قرنين وحوحين هذا نقون هكهلين
sababtu maxay tahay ina samca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula aragga iyo magaca iyo maqalka iyo fu'aadka intaba ilaahay subxaana watacaala aakhira uu ku weydiinaya haddaadan marka ogeyn iska daa ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كراه إمام البخاري ورينيه مغير بن الشعبة حديث كراه الرسول صلى الله عليه وسلم قيب كم إذا حديث كاكويري إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى هاي وحو إذين نعي ونعبيها إنات سميسان قيل وقال واليري حاليري سانيتري واليري كان قيل وقال إلى هاي ونعبيها وكثرة السؤال سؤال شبضان إلى هاي ونعبيها مالك والله ضيعه ومال أن في عنا لغدا يعنى إلهي سبحانه وتعالى ونعبيه إلهي سبحانه وتعالى وحين وقشة آيات قرآن كم ذا حلي الرسول صلى الله عليه وسلم حلي جنة تاعن صلى أي نجوعنا مركضت كأخبار يور أي ما هذا قابك أقدامان ضد كبديد هذا ما يجور تيجو هذا قابك أقدامان مركي وح مقلان مركي بوربا سو بودية قاب كورك أو رد قمان كسائله سبحانه وتعالى وحيله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به هدوئي ماذا ليري ور أمن أو الخوف أما النبض أما عبسي وحقون ضدك خسايا وحق دونا بهان نقضي ور في عني مدى في عنين با مركو صغره أدعوا به وسيفا في نيان ضدك مركب انتو قادم هم قشي وحا ليري مما قشي وحا دعي مما قشي سليري أدعوا به لكن وحير الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول هذا لكن رسولك أسعلين لهايين وإلى أولي الأمر منهم أي إلى أولي العلم منهم ذاتك أرنتني خصيصه هذا كلات تشان لهايين وروحاني مجران بس مجران أي أوران لهايين لعلمه الذين يستنبطونه منهم كوا أرنت وركاسي سدو أولاسو بحيا ويأغان لهايين يعني قفك الدوني إنو حقيق ذو أغاده وأغان لها حقيق ذا لكن إلهي وحيره ولولا فضل الله عليكم ورحمته هذا إلهي فضل جيسا إن حريستي سأيسان أهان لهين لاتبعتم الشيطان إلا قليلا شيطان بات راعي لهايدين وحير أو إذن كإن كم بذن موية كل جن شيطان بات راعي لهايدين إذن ددك عادادة أبا وحيته عادا إن يقفكم مركي أخبار تسيدة أهلان أي متقانا مركي بإسكفافيان سياس درد بإبن كثير رحمه الله تعالى وكو آيادة كان لوحيري الإنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحقيقها آياتنا وحي نقدنيسا ويكهل ليسا قفك اللدك دقا وركا انتو سنهبسا وحيبو مقلي واسكشيغي فيخبرها وينشرها وقد لا يكون لها صحة وشيغي وورينيا وتبينيا يدن وركو أصل إهراتونا لهين إذن سياسي درتاد بي دينت إسلام كو قهد الشي وحيالها نسل كيرات كتونا لهين إن قفك مسلم كاو اسكهبية وكدك دوراد وكتحديرنا شيخ داود ما شاء الله خير الله كسي الله سبحانه وتعالى كعبا المريو واحد إنه شكت إن لا وركي لما غلبا على سياق قاضي نبي بتحي مركب مجر تاجد حل في عنا أو فضض أو إسلام شرعي عن منهج هان إلى هنا وقت سبحانه وتعالى إسلام كون ندجي مجر تقفكي وكجاري كرحل صح وقفك سمينا يا محل ولا تلنا يا ولا لها إلى المال والباء واحد جرت إن هذا الذي يكسو جاري يا يقهرنا يا يقبلنا مركب محام منهج هان نا معنا إحنا نقدونا يا إن إن شاء الله تعالى سمينا بسم الله الرحمن الرحيم منهج هان دين الإسلام هو الدين كامل إحنا كمتجين قف كمسلم كأنا ودعت أو راعوا لي هاي مركي مريس أخبارته يورك إنه هلي إنه معلوم والباء أما قف كمسلم كسو جارية قابب دين الإسلام كود جسي أو لغلاط عامل أو لغلاط قماجرته وح خلدن باك سو جاري كرا وح سحسن باك سو جاري كرا وح هافنا خلديها هافنا سحسن ياك سو جاري كرا مركا arinta oo horeysa ee diinta islaamku ay u dejisay oo u baahan marka war aad hesho ama war ku soo gaara in ay qofka bini'aadamka muslimka ay qaato waxa weeye waxa la yiraahdo at-ta'anni wa tarawi in qofku deganaan sameeyo una dulqaad leeyahay warku marka ku soo gaara waxa laga yaaba warka naxsha inuu ku yimaan karo been ay tahay war aadan jecelaysan inuu ku soo gaari karo war intuu ka farxiyo farxadu ka tirabadato oo qiyaastu ka halanto inuu ku soo gaari karo marka waxay doontaa ha noqotee farxad iyo naxdinba qofka marka war ku soo gaara arinta koowaad ee qofka muslimka looga baahan waa inuu degan yahay dulqaadna leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa waa tuqulaha at-ta'anni min allah wal 'ajalatu min ash-shaytan deganaanshaha iyo dulqaadku ilaahay xaqiisa ka ahaadeen degdegno shaydaan xaqiisu ka yimid marka qofka markiiba marka akhbaarad ku soo dhacdo haduu san isdajin waxa marka u horeysa inta salaaba kala qaadin shaydaan baa kaga faa'iideysanay soo marka koowaad uu isdajinaya uuna deganaanaya
markuu isdajiyo oo warkii uusan saameyn ku yeelan isaga shucuurtiisi iyo actionkiisi talaabada labaad ee uu gudbaya waxay tahay at-tathabbut fil akhbaar markaas wuxuu raadinayaa warwarku ma sugan yahay mise ma sugna waa degan yahay ogow haddaanu deganayn maba raadin karaba markaas wuxuu raadinayaa inuu warku sugan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waa kula hadduu qof faasiq ah idiin yimaado cadeeya hubsada an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin walihaada xasanu lbasri raxima allahu tacaala wuxuu odhan jiray almuslimu waqaaf xataa yatabayan qofka muslimka ah waa istaagsan yahay khalaas warku markuu yimaado halkaasu taagan yahay ilaa ay u kala caddaato war ma xagga ma saxba ma beenba ma khaladba waa waqaaf qofka muslimka ah sidaasi darteed ba waxaa saas looga baahan yahay qofku inuu tabayun la yimaado talaabada labaad inuu warkii hubsado arrimaha ka mida in la hubsado waxaa ka mida qofku tabayunka ah inuu fiiriyo intaanu hadalka hadlin ama akhbaartan naqdin ama akhbaartan faafin cawaaqibka ka imaan kara wuxuu yahay maxaa ka dhalan kara haddaa warkaan tiraahdo adoon hubsan maxaa ka dhalan kara walihaada ilaahay subxaana wa tacaala koox dad ah buu sheegay iyo qaabka ay akhbaarta ula mucaamilaan markay helayaan wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka xadiisdhifkaga ka hadlayeen id talaqawnahu bialsinatikum wa taquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm markaad helayseen oo idinku soo gaaraysay akhbaarta carabkiina carabkaad ku receiif garanayseen oo warka ku helayseen wa taquuluuna biafwaahikum afkana waad ka odhanayseen oo markiiba waa gudbinayseen maa laysa lakum bihi cilman wax aadan cilmi u lahayn wa taxsabuunahu hayinan waxaad u malaynaysaan wax iisi inay tahay fudud laakiin wa huwa cinda allaahi cadiim ilaahay agtiisa waa weynta waxaa laga yaabaa marka war yar oo iska fudud oo adiga aad iisi kuula ah ilaahay agtiisa inay wax weyn yihiin laakiin waxaa muhiim ah cajiib ah ilaahay siduu u cabiray wuxuu yidhi italaqawnahu bialsinatikum qofka bini aadamka akhbaarta xaggee ka helaa dhagihiisa dhagtay kusoo dhacdaa maskaxday martaa waa la ajasmi gareeyaa ma saxbaa ma khaladba kadib bay afka usoo gudubtaa qoladan ilaahay wuxuu ka cabiray maskaxdiiyo dhagtii waxba ma marayaanba talaqawnahu bialsinatikum halkaana information ka soo gelaya isla meeshii buu ka baxaya qofku marka maba lahaba maskaxdii iyo dhagtii iyo wixii wax maqlaysa wixii wax kale process garaynayay shaqayn maya waa frozen afkuu ka helayaa afku kaga soo dhacaysa afku sidiisa uga sii daynaya italaqawnahu bialsinatikum markuu qofku marka talaabada labaad hubsado oo warkii hubsado haddii warka uu u soo baxo inay saan tahay talaabada saddexaad ee looga baahan yahay waxay tahay xusnu dan inuu qofka wanaag u falay war warkan qofkan waa ka yimid xumaan adugu ha ka filin markiiba waxaad samaysaa qofka malaha u wanaaji war waxaa dhici karta inuusan fahamsanayn waxaa dhici karta inuu si khaldan wuxuu arkay waxaa dhici karta inaysan arrintu sidaan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiiran min adann ina bacda danni ithmun danniga iyo malaha ka fogaada qofka marka malaxun ha ka qaadanin markiiba xataa haddii warka aad heshay uu saxsan yahay qofkan malaha u wanaaji war wuxuu bal horta adoobsado amay saan tahay ama sidaan tahay marka saddexdaa waxyaalada hadduu qofku la yimaado xaqiiqatan insha allahu tacaala wuu badbaadaya maasha allah baaraka allah fik sheekhuna ilaahay subxaana wa tacaala miisaankaaga xasanaadka ha ku saaro sheekhuna haddii ay shareecadii ka hadashay wararkan laisla dhex marayo hadday manaahij iyo yani manhaj u dejisay qaab loo xalinayo arrinta haddii lacala timaado maxaa sababay in dadkii ay isla dhex maraan wararka noocaas oo kale ah oo ay dhacdo qof miskiin ah oo dhib gaaray in dhibkiisii lagu sii dhibaateeyo oo dadkii yani inta hadala isla dhex maraa dhibaato badan ay ka timaado maxaa sababay bismi illahi raxmaan raxiim waxyaala dhowr abaa sababa inay waxaan dadka muslimiinta ah ishaacada iyo qiila waqaalada iyo kurakuteentu inay faafto marka laga reebo cilmi darada marka laga reebo deganaan la-aanta marka laga reebo waa xubsashii la-aanta intaasoo dhan marka laga reebo oo dadku ay wada hayso haddana waxyaalo kalaa sababi kara qofku isagoo degan isagoo waxubsaday baa laga yaba haddana in waxay ku faafaan oo haddana warkii galo waxaa sababi kara waxyaalahaasoo ka mid ah waxyaalaha sida dadka ku faafiya waxaa ka mid ah waxa ay culimmadu yidhaahdaan qofka warkan faafinaya inuu yahay qof fasiix ah hadalka wuxuu u dhigayaa si cajiiba waa soo abaabulayaa basbaasiyo cusbuu ku darayaa isagoo habaysan oo dhagan la qabta aan lahayn buu dadka dhex gelinaya marka wuxuu waa habaysan yihiin
qofkii marka aan taxadarin markiiba warka waa qaadanaya waa gelaya warkuu isku aadaadan yahay si fiican buu isugu habaysan yahay walihaadaba dadka munaafiqiinta ilaahay muxuu lahaa waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamahum wain yaquuluu تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. مرك أي هلا ينسق منافق هذا دتك أوجين منافقين. مركو هلا يهدنا ودقي سني سواقف هذا اليقان وهذا الكيس صارية وكلمة السيدة وقيبينية وحجج على بصارية. مرك وحى كم إذا وحي على هاس إن قفك وركا فافينية وورك أول ساين جريء أنها بي قاب دتك أي أوجل كرتو. حديثك رسول صلى الله عليه وسلم عرب من خطابه كلها. رسول صلى الله عليه وسلم قالها إن أخوف ما أخاف على أمتي وحيالها أغوف بضن وأنا أغوف سقة بأمتي ذو حيتهاي كل منافق عليم اللسان متكستو منافق أهدنا هذا اليقانة هذا الكيبو يقانة سؤول لغيو مركتها سوى مد انقفك السيها بيسان أقول لغو ذاتكنا سيئيسي وترتيبة أوقشو وحا كم إذا الرمهاس قفك وركن وضع أوفافيني إنو يهي قف ذاتك لغيسانيا قف كمركة أتقول لي هذا هاي سمعة حق يس وكقول لي هاي وقف كقدر وياهاي أما صاحبتين وهالنقطة أمدا إسكو عصبتين هالنقطة أمدا إسكو أركتتين أما مدا أحرم كم دي سنتين وركز ترتيب كقول لي شكك هو مجرو مركة أظن وحبي إسكه فين بالغية بوركي وخلدن إنه كقوله وح كم دا وحيالها سوكلة ضدك إيش هذا كوفا فيها وركن لفافين يا لغية بضدك قاركي إني إنه في عنتها يعني أرين أدوة تبي صبوت قرنسا وركوا ورين جرينا بينا لكن أرمها جبي تاجرسا أرمها سمركة وقفك تاجري وأرمها تاجر رضاء أي واحد صواب يسا إن وركي سفي عن أدتك أقوله الله سبحانه وتعالى ما شاء الله شيخنا إلهي سبحانه وتعالى كبرك يوم ميزان كاج حسنات كان إن شاء الله تعالى إلهي كوسارو وحرجني ولا له هو فهم شرع الوحي كقبطه إن وررك الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى تلوينك وكبحينا وحرجينا كل بذور رجستين إن شاء الله تعالى وحرجينا بإن ربنا تعالى إن هذا كذب لبكان وكيرا ضدكم ساكين تأدباتوينك قال المسلمين يقال عدو الباء وما أنت وحكونا عال إن أين الكفكر نع خلد المركب إننا لا آذين مروا البسكو دينا خيرك ورجينا إن شاء الله تعالى سأنجو إن شاء الله تعالى هسكو دي فيديو إن إزدبا جوغان بإن الله تعالى شيخنا أن هذا الموضوع صوت دياريو أو ويديو سؤالك ويديو إذن كان إن شاء الله تعالى وحرجينا يا إن أسود عيسى dadka iyo masajidka iyo walaalaha muslimiinta ee Brisbane ku nool inta weyn oo soo duceysan page-ka ee masajidkana aad like gareysaan oo la socotaan oo follow gareysaan hadii aad YouTube isticmaashana aad subscribe gareysaan insha Allah ta'ala si aad ula socoto markasta barnaamijyada uu sheekhu insha Allah ta'ala soo gudbinayo jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh